بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين. أبناءنا، يسعدني أن ألتقي بكم في هذا الفضاء التربوي الافتراضي. معكم أستاذ اللغة العربية خياري جمال، ضمن سلسلة المفاهيم الأساسية لمادة اللغة العربية الموجهة لأقسام السنة الرابعة المتوسطة، عبر منصتكم، المنصة التعليمية دروس.com. سنقوم بمراجعة الجمل، طبعا محل الجمل من الإعراب. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ طبعا بالجملة الواقعة في محل نصب مفعولا به. إذا لهذه الجملة مواطن. إذا أول موطن، طبعا إذا كان فعلها تقع الجملة مفعول به، إذا كان طبعا الحالة الأولى إذا كان فعلها متعديا، إلى مفعول واحد، وتكون في هذه الحالة إما مصدرا مؤولا مقترنا بأن، نحو يحب السائح أن يسافر وحده، يحب السائح أن يسافر وحده. إذا لاحظ معي ابني التلميذ جملة يحب السائح أن يسافر وحده، إذا ملؤها باعتبار ما ابتدأت به، لا شك أو الأكيد أنك تفطنت أنها جملة فعلية ابتدأت بفعل، ولكل فعل فاعل. أين الفاعل؟ إذا الفاعل هو السائح. إذا يحب السائح ماذا؟ إذا أن يسافر، ما هو محلها من الإعراب؟ إذا أن زائد الفعل المضارع، إذا هي جملة فعلية مصدرية، جملة فعلية مصدرية في محل نصب مفعول به. لاحظ معي أو عد معي إلى الموطن الثاني، أن يكون كذلك مصدرا مؤولا مقترنا بأن، إذا مثال علمت أنك متعب، إذا بما ابتدأت هذه الجملة؟ ابتدأت بفعل، والفعل طبعا إذا هي جملة فعلية. أين الفاعل؟ إذا هو الضمير المتصل، علمت أنا، الضمير المتصل في محل رفع فعل. علمت أنا ماذا؟ لو قلنا علمت وتوقفت، هل الجملة كاملة؟ إذا أبنائي، هل الجملة كاملة؟ لا، من حيث المعنى فالجملة ناقصة، تحتاج إلى عنصر أساسي ليكمل هذه الجملة. إذا أين هو هذا العنصر؟ إذا أنك متعب، كيف جاءت؟ جاءت مقترنة أو مقترنة بأن، زائد اسمها زائد خبرها. إذا هذه الجملة الإسمية، المصدرية، إذا جملة إسمية مصدرية كذلك في محل نصب مفعول به. إذا أعيد، تقع الجملة في محل نصب مفعول به إذا الحالة الأولى طبعا كان فعلها متعديا إلى مفعول واحد ولها صور، وتكون إما مصدرا مؤولا مقترنا بأن، طبعا نحو يحب السائح أن يسافر، ونقول أن يسافر وحده جملة فعلية مصدرية في محل نصب مفعول به. يحب السائح ماذا؟ الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يكون طبعا بعد مصدر مؤول مقترن بأن، الجملة هذه التي تقع مفعول به تكون طبعا مبدوءة بمصدر مؤول، هذا المصدر المؤول مقترن بأن، أنك متعب جملة اسمية مصدرية في محل نصب مفعول به. إذا الحالة الثالثة طبعا أن تكون كذلك مصدرا مؤولا مقترنا بلو، مثال طبعا مقترنا بلو، مثال أفضل لو تعود غدا. إذا أفضل هي جملة فعلية، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنا، أفضل أنا أن تعود أو لو تعود غدا. إذا لو تعود غدا كيف نعربها؟ لا شك أن نعربها إذا جملة طبعا فعلية مصدرية، إذا جملة فعلية
مصدرية في محل نصب مفعول به. إذن الحالات الأولى من الإزاء، إذن الحالة الأولى أن يكون فعلها فعلا متعديا إلى مفعول واحد، وهذه صوره. إذن هل هناك حالات أخرى نجد فيها الجملة واقعة مفعولا به؟ لا شك أن هناك حالات أخرى. إذن إذا سبقها، إذا جاءت أبناء الإزاء بعد فعل القول، فعل القول عندنا قال في الماضي، يقول في المضارع، قل، وما يقوم مقامه، هناك ما يماثل وما يقوم، مثل صاح وهتف إلى آخره، وحكى وسرد، هذه الجمل أبناء الإزاء إذا سبقها، أو الجملة الفعلية إذا سبقت، أو هذه الجملة إذا سبقت بمثل هذا الفعل، عندنا مثال قال إني عبد الله. إذا لاحظ معي أن هذه الجملة سبقت بفعل القول قال. قال فعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. إذا ضمير مستتر تقديره هو. إذا قال هو ماذا؟ إني عبد الله. هذا محتوى القول، أو ما يسمى يطلق عليه أبناء الإزاء، يطلق عليه مقول القول. إذا مقول القول في محل نصب مفعول به. إذا جملة اسمية مقول القول في محل نصب مفعول به. لاحظوا معي المثال الثاني، صاح الرجل، نقطتان. إذا صاح الرجل، صاح فعل، الرجل فاعل. إذا أين المفعول به؟ صاح الرجل، رمضان قريب. إذا هذه جملة اسمية مقول قول، أنها جاءت بعد صاح، وقلنا إن صاح طبعا هو الفعل الذي يقوم مقام قال ويقول قل. إذا رمضان قريب، إذا هي جملة اسمية مقول القول في محل نصب مفعول به. إذا الحالة الثانية، تقع الجملة مفعول به إذا سبقت بفعل القول أو ما يقوم مقامها. الحالة الثالثة، إذا تكون الجملة أو تقع جملة مفعولا به أبناء الأفاضل إذا كان فعلها متعديا، إذا كان فعلها متعديا إلى مفعولين، متعديا إلى مفعولين، مثال أو نحو ظن المسافر القطار يتأخر. لاحظ معي كلمة ظن، إذن هو فعل. هذه الأفعال من سماتها أنها تتعدى إلى مفعولين. من الذي ظن لكل فعل فاعل؟ أين الفاعل أبناء الأفاضل؟ إذن الفعل هو ظن، الفاعل هو المسافر، إذن هم الذين ظنوا. إذن ظن المسافر ماذا؟ إذن القطار مفعول به. لكن لو قلنا ظن المسافر القطار، هل الجملة كاملة؟ أكيد أنك لاحظت ابن التلميذ أن الجملة غير كاملة، وتحتاج إلى عمدة في الكلام، إلى عنصر أساسي يكمل معنى هذه الجملة. إذا لاحظ معي كلمة يتأخر، وهي هذه الجملة، الفعل يتأخر هو. إذا هذه الجملة كيف نعربها أبناء الإزاء؟ إذا نعربها جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثان. أين المفعول به الأول؟ لا شك أنكم عرفتم أن المفعول به الأول هو هذا. إذا المفعول به الأول، إذا كان فعلها متعديا إلى مفعولين، والأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أبناء الإزاء هي كثيرة جدا، ودرستموها في السنة الثالثة متوسط. نذكر الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين هي طبعا أشهرها ظن، لأنها يطلق عليها أخوات ظن. إذا عندنا ظن، عندنا حسب، عندنا خان، عندنا زعم، عندنا حجى، عندنا علم، عندنا وجد. رأى القلبية، لماذا سميناها رأى قلبية؟ لأن هذه الرؤية تكون عن طريق الباطن، عن طريق القلب. فالمفعول به الأول يكون غالبا، المفعول الأول في هذه الحالة يكون غالبا شيئا معنويا. قل رأيت السعادة تغمر الأسرة. إذا أنت لا ترى السعادة رأي عين، بل تراها بقلبك. أما رأى الذي طبعا هو الغير قلبي، الفعل الغير قلبي، هو يتعدى إلى مفعول واحد. أقول رأيت
الأستاذ رأيت المقابلة، إذا بمعنى شاهدته، وهنا رؤية تكون رؤية مادية بعيني المجردة وليس بقلبي. إذن رأى القلبية. ثم بعد ذلك عندنا درى وألفى بمعنى وجد وجعل وأهل مجر. هناك طبعا هذه أشهر الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. إن وجدنا طبعا الجملة أبدأ طبعا مركبة ابتدأت بإحدى هذه الأفعال، فنعلم لا يقينا أن ما ستطلبه هي مفعول به أول أو مفعول به ثاني. أحيانا أبناء الأعزاء قد تطلب طبعا جملة تسد مسد المفعولين، تسد مسد كان نقول ظن المسافر، وأقول ظن المسافر، ونقول أن القطار متأخر أو يتأخر. هنا أن القطار متأخر، هذه الجملة سدت مسد مفعولين، وهذه طبعا حالات خاصة جدا ليست في برنامجكم. إذن أبنائي الأعزاء أراجع وأعيد التركيز على هذه الجملة، أو نحاول أن نراجع مع بعضنا ونذكر ما قلنا. إذن تقع الجملة في محل نصب مفعول به أبنائي الأعزاء في ثلاثة أو في ثلاث حالات. الحالة الأولى أبنائي الأعزاء إذا سبقت بفعل متعد إلى مفعول واحد، وهذه الجملة تكون طبعا هذا الفعل، طبعا الجملة الفرعية التي تسبق بفعل متعدي تكون طبعا متكونة من أن المصدرية زائد الفعل المضارع، وما يسمى بالمصدر المؤول. قد تكون كذلك عبارة عن أن زائد اسمها وزائد خبرها. إذن كذلك هذه نوع من الجملة الفرعية التي تقع مفعولا به. نوع ثالث من الجملة الفرعية التي تقع مفعول به أن تكون مبدوءة بلو، إذن مصدر مؤول مقترنة أن تقترن بلو، إذن لو تعود غدا. الحالة الثانية كما قلنا أبنائي الأعزاء، الحالة الثانية إذا طبعا جاءت بعد فعل القول وما، إذا جاءت بعد فعل القول قال يقول قل وما يقوم مقامه، مثل صاع وهتف. الحالة الثالثة إذا كان فعلها متعد أو متعديا إلى مفعولين، والأفعال التي تتعدى إلى مفعولين قد عرفناها ها هنا. إذن ننتقل أبنائي الأعزاء إلى تثبيت هذه المعلومات التي طبعا قد درستموها مع أساتذتكم. إذن تطبيق أول، أول جملة المفعول به بمفرد في الجمل الآتية. إذن الجمل الفرعية التي بين يدي هاته، إذن نحاول أن نحولها إلى جمل بسيطة. إذن الجملة الواقعة مفعولا به نحولها ونؤولها إلى مفعول به مفردا، أي كلمة واحدة. لاحظ معي الجملة الأولى، أود أن أستفيد من تجاربك، أود أن أستفيد من تجاربك. إذن بني لاحظ معي ما نوع الجملة باعتبار ما ابتدأت به. لا شك أنك لاحظت أن هذه الجملة جملة فعلية. إذن جملة فعلية ابتدأت بفعل، أين الفاعل؟ الفاعل من المستتر، تقديره أنا. أود أنا ماذا؟ الجواب يكون في الجملة الفعلية، أن أستفيد. أود أنا أن أستفيد من تجاربك. لاحظ معي كيف جاء الجملة الفرعية الواقعة مفعولا به. جاء طبعا هي عبارة عن مصدر مؤول أو جملة فعلية مصدرية متكونة من أن زائد الفعل المضارع. حولها الآن إلى ما كانت عليه من جملة بسيطة. إذا أود أن أستفيد من تجاربك، لا شك أن الجواب يكون أود الاستفادة من تجاربك. نذهب إلى التطبيق والمثال الثاني، تمنيت لو حققت غايتي. إذن به طبعا ما نوع الجملة باعتبار ما ابتدت به؟ جملة فعلية. تمنيت مما تكونت؟ تكونت طبعا من فعل تمني، أت هو الفاعل، تمنيت أنا ماذا أبنائي الأعزاء؟ إذا تأكدتم الآن أنني أقصد هذه الجملة الفرعية التي وقعت مفعولا به. كيف جاءت؟ طبعا سبقت بلو، إذا فهو مصدر مؤول سبق بمصدر
مؤول سبق بلو. إذا تمنيت لو حققت غايتي، أولها إلى جملة بسيطة بحيث تكون هذه الجملة الواقعة الفرعية الواقعة مفعول به تكون لفظا مفردا مفعول به منصوب. إذا تمنيت، إذا لو حققت غايتي، إذا تمنيت تحقيق، إذا تمنيت أبنائي، تمنيت تحقيق تحقيق غايتي، إذا تمنيت تحقيق غايتي. المثال الثالث، حسبت سميرا يعرف الحقيقة، حسبت سميرا يعرف الحقيقة. إذا حسب فعل، لكل فعل فاعل أبنائي الأعزاء، من يعين لي الفاعل؟ لاحظوا معي، الفاعل جاء في شكل ضمير متصل. حسبت ماذا؟ حسبت سميرا. لو قلت حسبت سميرا وتوقفت، هل الجملة كاملة لها معنى تام؟ أكيد لا. إذا أين هو تكملة هذه الجملة؟ يعرف الحقيقة، وقلنا أن دائما إذا سبقت الجملة طبعا بفعل، وهذه الأفعال كما ذكرنا هي من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، إذا هذه الأفعال تطلب مفعولا به هو طبعا سمير، مفعولا به أول، ثم يعرف الحقيقة جاءت مفعول به ثاني. كيف جاءت؟ جاءت جملة فرعية فعلية في محل نصب مفعول به ثاني. إذا أول هذه الجملة وحولها إلى لفظ مفرد بحيث يكون المفعول به كلمة واحدة، حسبت سميرا عارفا. إذا حسبت سميرا عارفا أبنائي، إذا عارفا عارفا الحقيقة، إذا حسبت سميرا عارفا الحقيقة. إذا لاحظ معي المثال الرابع، علمت الله يحفظ قرآنه الكريم، علمت الله يحفظ قرآنه الكريم. إذا مما تكونت هذه الجملة؟ نبدأ نبحث عن عناصر هذه الجملة. إذا علم فعل، علم فعل، تو أبنائي هو الفعل، علمت الله لفظ جلالة، طبعا لفظ جلالة مفعول به. لو قلت علمت الله وتوقفت، هل الجملة كاملة؟ السائل يبقى ينتظر، علمت الله ماذا؟ إذا لابد لها من إكمال، من تكملة، لكن شرط أن يكون هذه التكملة عبارة عن عنصر أساسي أو عمدة في الكلام. كيف جاء هذا العمدة؟ هل جاء لفظا مفردا؟ لا، جاء جملة، إذا جاء جملة فرعية متكونة من فعل وفاعل ومفعول به، يحفظ القرآن الكريم. إذا الفاعل مفعول به هنا جاء في شكل جملة فعلية. احنا طلب منا أن نؤولها، أن نحولها إلى مفرد. إذا كيف نحولها؟ إذا المفرد أي كلمة واحدة، علمت الله حافظا، علمت الله حافظا. إذا علمت الله حافظا لقرآنه الكريم، هنا حولنا الجملة من مركبة إلى جملة بسيطة. وقد عرفنا سابقا أن الجملة المركبة هي التي جاء على الأقل أحد عناصرها جملة فرعية، هنا جاء المفعول به جملة فرعية، والجملة البسيطة هي التي يأتي كل عنصر من عناصرها لفظا مفردا. إذا علم فعل لفظ مفرد، الضمير لفظ مفرد، الله لفظ مفرد هو المفعول به أول، وحافظا كذلك لفظا مفردا. وها أنا وها نحن الآن قد حولنا الجملة من مركبة إلى جملة بسيطة. أدركت أن العلم مفيد، إذا أدركت أن العلم مفيد، إذا جملة فعلية. لو قلت أدركت وتوقفت، إذا السامع يبقى ينتظر، أدركت ماذا يا أستاذ؟ الجواب سيكون في الجملة التي سنكملها، أدركت أن العلم مفيد. إذا أدرك فعل، تو قلنا هو فاعل، وأن العلم مفيد جملة اسمية، جملة اسمية مصدرية في محل نصب مفعول به. طلب منا أن نحول هذه الجملة إلى طبعا المواقع مفعول به إلى ما كانت عليه في الأصل أن يكون لفظا مفردا. إذا هنا أبنائي الأعزاء أدركت أن العلم مفيد، أقول أدركت، أذهب إلى الخبر وأجعله هو الذي يخبرني، إذا أقول أدركت فائدة العلم، أدركت فائدة، أدركت فائدة العلم. وهنا أبنائي الأعزاء قد وصلنا إلى أننا استطعنا أن نغير أو من شكل الجملة المركبة ونحولها إلى جملة
بسيطة، بحيث أن كل هذه الجمل الفرعية التي جاءت في محل نصب مفعول به حولناها إلى ألفاظ ومفردة، وحولناها بذلك حولنا الجمل المركبة إلى جمل بسيطة، بحيث تكون كل هذه الألفاظ التي كتبناها في محل نصب أو مباشرة نقول مفعول به منصوب. إذن الاستفادة مفعول به منصوب، تحقيق مفعول به منصوب، عارفا مفعول به منصوب، علمت الله حافظا طبعا لقرآنه الكريم حافظا مفعول به منصوب. ثاني طبعا أدركت أن العلم مفيد، نحولها إلى جملة بسيطة، أدركت فائدة العلم، إذن فائدة مفعول به منصوب ومضاف العلم مضاف إليه. نذهب أبنائي الأعزاء إلى التطبيق الثاني. إذن نص التطبيق، حدد الجملة، إذن حدد الجملة الواقعة مفعولا به ونوعها في الجمل الآتية. إذن أولا أن نحدد الجملة، أن نعرف الجملة الواقعة مفعولا به، ثم بعد ذلك نوعها، هل هي اسمية أم هي فعلية. إذن المثال الأول، أعرف أن العلم مفيد، جملة فعلية ابتدأت بفعل، أعرف لكل فعل فاعل، من الذي يعرف؟ أكيد أنكم توصلتم أن الذي يعرف هو الفاعل وهو المتكلم، أنا أعرف أن، إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أين المفعول به؟ هل جاء لفظا مفردا؟ لا. إذن كيف جاء؟ ها، أن العلم مفيد. أبنائي الأعزاء، هنا كيف جاء المفعول به؟ جاء جملة اسمية، جاء جملة اسمية، جاء جملة اسمية طبعا مصدرية، جاء جملة اسمية مصدرية. إذن لاحظ معي، أعرف أن العلم مفيد، إذن أن العلم مفيد جاء جملة اسمية متكونة من أن زيد اسمها زيد خبرها، إذن جملة اسمية في محل نصب مفعول به. المثال الثاني، يقول الأطباء، يقول الأطباء الحمية سر الرشاقة، الحمية سر الرشاقة. إذن أين هي الجملة الواقعة مفعول به؟ نتذكر أبنائي الأفاضل أننا قلنا التقع الجملة مفعولا به إذا سبقت بفعل القول، وفعل القول هنا أنا يقول، من الذي يقول؟ الأطباء، الأطباء أبنائي الأفاضل هم الذين قاموا بعملية القول، إذن هم الفاعل. إذن يقول الأطباء ماذا؟ الحمية، الحمية رشاقة أو سر الرشاقة. إذن تأكدتم أبنائي الأعزاء أن هذه جاءت جملة اسمية، جاء جملة اسمية مقول القول، جملة اسمية مقول القول في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. المثال الثالث، أرى التواضع يرفع صاحبه، أرى التواضع يرفع، أرى التواضع يرفع صاحبه، الفعل أرى، من الذي يرى؟ الفاعل هو أنا. هل الرؤية هنا حقيقية؟ هل الرؤية هنا مادية؟ التواضع شيء معنوي، إذن هذه رؤية قلبية، وقد ذكرنا أن الفعل رأى إذا كان قلبيا فإنه لا يكتفي بمفعول واحد، بل يتعدى إلى مفعول به ثاني. تعالوا معي نحدد المفعول به الأول، إذن أرى، أرى ماذا؟ التواضع، إذن التواضع مفعولا به ومفعول به أول، أين المفعول به ثاني؟ إذن أرى التواضع، الجملة غير كاملة، ما به تواضع؟ إذن يرفع صاحبه، إذن يرفع صاحبه، أكيد أنكم تأكدتم أيها الأفاضل أن يرفع صاحبه هي جملة فعلية، جملة فعلية في محل نصب، في محل نصب مفعول به ثان، إذن المفعول به ثان. المثال الرابع، أفهم أن الرياضة مفيدة، أفهم أن الرياضة مفيدة، أفهم هو الفعل، لكل هو الفعل ولكل فعل فاعل، أين هو الفاعل؟ أفهم أنا، أفهم أنا ماذا؟ أن الرياضة مفيدة، إذن أن الرياضة مفيدة كيف جاءت؟ إذا جاءت جملة اسمية مصدرية،
إذا جاء جملة اسمية في مصدرية طبعا في محل نصب مفعول به. تعالوا بي معنا إلى المثال الخامس. جعلت الدرس يبدو سهلا. جعلت جعل فعل لكل فعل فاعل، أين الفاعل؟ هو تو، إذا هو الفاعل. جعلت ماذا؟ الدرس، الدرس مفعول به واحد. إذا جعلت الدرس وأتوقف، هل الجملة كاملة تحتاج إلى إكمال؟ إذا جعلت الدرس يبدو سهلا، إذا يبدو سهلا، إذا جملة فعلية، جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثان، وهنا جعل يفيد التحويل. إذا خال الشرطي اللص قد هرب. خال فعل لكل فعل فاعل، أين الفاعل؟ حدد معي الفاعل. إذا تعال معي، الشرطي هو الفاعل. خال الشرطي اللص، إذا اللص مفعول به. خال الشرطي أو حسب، خال بمعنى حسب وظن. إذا خال الشرطي اللص، هل الجملة كاملة؟ لا يا أستاذ، تحتاج إلى عنصر أساسي. إذا قد هرب، قد هرب أبناء الإزاء، أكدتم أن قد هرب هي جملة، جملة فعلية وقعت في محل نصب مفعول به ثان. صاح المجاهد، صاح المجاهد تحيا الجزائر. إذا هذه الجملة بما سبقت؟ سبقت بصاح، وقد عرفنا أن أبناء الإزاء أن صاح من الأفعال التي تقوم مقام أفعال القول. المجاهد إذا هو الفاعل، صاح المجاهد ماذا؟ إذا تحيا الجزائر، تحيا الجزائر إذا هي جملة فعلية مقول القول، إذا هو محتوى القول، مقول القول، القول في محل نصب مفعول به. أصل بكم أبنائي الأفاضل إلى نهاية هذا الدرس والخاص بمراجعة الجملة الواقعة مفعولا به، على أمل أن أكمل معكم الدرس المقبل وهو الجملة الواقعة نعتا. إذا أكيد أنكم، أتمنى أنكم قد استفدتم مما قدم ولو بشيء قليل. إذا في حصة أخرى أتمنى لكم طيب المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.